أهلا بكم مجددا مشاهدينا، نحييكم أينما كنتم تتابعون هذا البث الحي والمباشر، حيث نحتفي اليوم بيوم النهضة المباركة. نحتفي بإنجازاتنا وما تحقق على أرض السلطنة بقيادة مولانا جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. نتطلع لهذه المنجزات ونتأملها دائما مستمعينا، حتى نحافظ على استمراريتها من خلال المزيد من البذل، المزيد من العطاء، ودائما ودائما نقول المزيد من الوفاء لهذه الأرض المخلصة. كل في مجاله وكل في موقعه، ويؤدي عملا مهما جدا ويكمل هذه اللوحة الرائعة من طبعا الإنجاز والتعمير. شبابنا أيضا مشاهدينا دائما لهم حضورهم في مختلف الميادين وفي شتى المجالات. بالطبع نحاول أن نسلط الضوء على بعض ما يقدم شبابنا في مختلف الإنجازات. نموذجين اليوم لدينا في الاستوديو، نحاول تسليط الضوء عليهم إن شاء الله في هذه المحطة. نرحب بالأخت مازون بنت سعيد الزجالية، طبعا مهتمة في المجالات التطوعية الشبابية. اهلا وسهلا اخت مازون، كل عام وانت بخير. وانت بخير. اهلا وسهلا، وتحيه ايضا للدكتور شريف بن عقيل الشريف باعلوي، المدير الاقليمي لدول الشرق المتوسط بالاتحاد الدولي لجمعيات طلبه الطب. اهلا وسهلا دكتور شريف. اهلا وسهلا بك. يا مرحبا. نبدا منك دكتور شريف، ونقول كيف هو يعني هذا العالم، عالم الطب، وكيف تم اختيارك لتمثيل طلبة الطب في السلطنة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم قائد الوطن والمثال الأعلى لكل عماني في هذا الوطن والداعم الأول للشباب. طبعا مجال الطب هي كمغامرة تخوض فيها تجارب مختلفة، وكان لنا يعني الفرصة لكي نتعرف على هذا المشوار الطويل، وأيضا نتعرف على الاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب. جميل. ونحظى به أيضا بفرصة لتمثيل هذا الوطن الغالي. جميل. كم عدد الطلبة في هذه الجمعيات؟ هي عبارة عن جمعية، هي عبارة عن منظمة لديها جمعيات في مختلف دول العالم. الآن عدد الأعضاء فيها 136 عضو ما شاء الله في مختلف أرجاء العالم، وتمثل تقريبا 1,800,000 طالب طب في مختلف أرجاء العالم أيضا. وتم اختيارك لتمثيل طلبة الطب؟ كانت بدايتي في جامعة الطب الطلابية. نعم. بجامعة السلطان قابوس، حيث كان في فترة توليت رئاستها، ومن ثم انتقلت إلى الاتحاد كمساعد عام، وبعدها تم انتخابي كمدير إقليمي، ونهاية كعضو في المجلس الاستشاري بالاتحاد الدولي. رائع جدا. مازون نرحب بك أيضا، كل عام وانت بخير. وانت بخير، أهلا وسهلا في هذا اليوم المميز. الله يسلمك، يا هلا فيك أيضا مازون. ومازون، متى بدأت يعني بدأ هذا الشغف لديك، الاهتمام بالمواضيع والأنشطة المتعلقة بالشباب؟ طبعا بدأت في هذا المجال من عمري 15 سنة، فكملت المشوار، حبيت المشوار، أنه الشباب لهم طاقات كثيرة، واكتشفت أنه احنا الشباب يعني فرص التوجيه قليلة جدا، فحبيت أني أدخل في هذا المجال وأوفر التوجيه من مجالات مختلفة وأنشطة مختلفة للشاب، أنه يتعرف على نفسه أكثر، وغير أنه يتعرف على نفسه أكثر يبدأ شيء جديد في حياته. جميل. طيب المجال التطوعي مجال جدا رائع، وفي نفس الوقت مجال مهم أنه يكون حاضر في المجتمع. لو نتحدث عن هذا المجال، لأي درجة الشباب بالفعل يقبلوا على العمل التطوعي؟ طبعا من بعد اختلاف السنوات في الأعمال التطوعية، أعمال تطوعية تتفرع أعمال خيرية منها، أعمال للمجتمع، أعمال للنفس، للشخص بالذات. فالحين الأعمال التطوعية الشيء الجميل فيه الآن أنه الشباب صار لهم طاقات كثيرة أنهم يستثمروا في مواهبهم. فلما يبدأون أنه يستثمروا في مواهبهم يبدأون بتطوع.
جميل. يعني إذا عندنا كثرة المصورين وكثرة الأعمال، الشخص اللي يكتشف نفسه الموهوب يبدأ أنه أوكي أنا أبدأ فيها كعمل تطوعي، من بعد ما يبدأ بالأعمال التطوعية يا أنه يستمر فيها يا أنه يكمل لمجال آخر. لكن الأهم هو لفت انتباه الشاب للعمل التطوعي، يعني أنك تلفت انتباهه، وبالتالي يعني لا يكتفي فقط أحيانا بالعمل الموكل إليه سواء كان وظيفة رسمية أو غيره، أنه لا يتجه أيضا للأعمال التطوعية، لأنها في النهاية تخدم المجتمع وتخدم البلد. يعني دكتور شريف أكيد أيضا الجمعية تمثل نوع من هذا الجانب، يمكن هي الجمعية الهدف الأساسي مشاركة المجتمع. احنا نعمل يدا بيد مع المجتمع، وذلك لبناء بيئة مناسبة، وطبعا تخصصها أكثر في المجال الطبي، فهي القضايا المتعلقة كسواء التعليم الطبي، الصحة العامة، نشر التوعية والحملات التوعوية في المجتمع. التحديات اللي تواجهكم كشباب في هذا المجال ويعني بالفعل تسعوا جاهدين للتغلب عليها اليوم دكتور شريف؟ قد تكون من أصعب المشاكل التي ممكن تواجهها أنه المساحة السلطنة كبيرة. أيوة. فالفعاليات التي تقام خاصة أنك تطلع خارج حدود محافظة مسقط قد تشكل حاجز على الطلاب، الإمكانيات المتوفرة، ولكن الحمد لله رب العالمين نحن على قدم وساق، وهدفنا الأساسي اللي هو العمل مع المجتمع العماني يدا بيد. جميل. وبعض التحديات تعطي للعمل قيمة، وأعتقد أنه التحديات هي اللي تعطي دائما الشباب صلابة أكثر وقوة أكبر الحافز والحافز المعرفة. بالضبط، يعني الحافز أيضا من الأشياء المهمة. طيب الآن يعني مازون، عادة المجال التطوعي يجمع الشباب من مختلف المعارف، من مختلف كذلك التخصصات، من خلال تجربتك يعني كيف يتم جمع كل هذا في عمل واحد؟ طبعا عندنا شباب كثيرين يحبوا أنهم يملؤوا الفراغ وقت الفراغ. فالحلو أنه العمل التطوعي عمل تطوعي لأي شخص، يعني لا في لا تفرقة للجنسية أو لأي من المجال أو أي شيء كشخص عام. ففي المجال التطوعي سافرت أنا كثير ندوات ومؤتمرات عالمية خارج السلطنة، واكتشفت أنه العالم يدا بيد، الشباب يتعرفوا على بعض، الشباب يتبادلوا خبرات التطوع، الشباب يكتشفوا مشاريع موجودة خارج السلطنة ويدرسوا هذه المشاريع لدرجة أنهم ينموها في السلطنة، أنه المشروع راح يفيد المجتمع، المشروع هذا راح يفيد السلطنة للتقدم. فيعني تبادل الخبرات جدا، تجارب يعني نقل التجارب. نقل التجارب أيوة، من أفكار مختلفة، من طرح مواضيع أو مشاكل معينة، يا أنه إحنا يكون عندنا الحلول لهالمشكلة فنطرحها في المؤتمرات، أنه الحمد لله في السلطنة عندنا الحل لمشكلة معينة تواجهها شباب في بلدان ثانية أخرى. نعم. أيوة. فإحنا يعني نحس أنه تبادل الخبرات والثقافات مهم جدا في كل عمل تطوعي. جميل جدا. واليوم يعني الحمد لله رب العالمين، ونحن نعيش هذه الأيام، أيام النهضة المباركة، يعني أصبح الشاب العماني عنده مجال كبير جدا للتعرف على تجارب الآخرين، الطالب المبتعث كذلك خارج حدود السلطنة في الجامعات الدولية المهمة، وأيضا هنا في السلطنة من خلال الجامعات الموجودة، فبالتالي في مساحة أكبر دكتور شريف. القاعدة صارت أوسع، صارت الفرصة متاحة للجميع سواء من داخل السلطنة أو خارج السلطنة. ولا شك أن الإنسان العماني دائما مبدع ومتميز، وقد يكون أكبر دليل أو مثال على ذلك الأطباء المتدربين في كندا وفي فرنسا وغيرها كثيرا من الدول، ينالون جوائز على مستوى الجامعات وعلى مستوى العالم من حيث التدريس، من حيث الممارسة والعمل أيضا. الحمد لله، يعني يشاد بهم الأطباء المتدربين فعلاً بشكل بالفعل كبير جدا، وهذا الشيء يعني يثلج الصدر. مجال الطب دكتور شريف مجال واسع جدا، ولكن أتصور أنه كثير ممتع وكثير رائع أنك بالفعل تساعد في رسم ابتسامة على وجه إنسان.
إلى أي درجة أنتم ك يعني شباب بالفعل تحاولوا مواكبة كل ما هو جديد في عالم الطب؟ الطب أو المجال الطبي بشكل عام هو مجال حيوي متجدد، فدائما التجديد والتغيير فيه يكون بشكل دوري. نعم. مما يؤثر على الشخص، فلازم يكون الشخص مطلع بكافة الجوانب، ما هي الطرق والممارسات الجديدة التي قد تظهر لإيجاد الحلول للمشاكل التي قد تحدث، طريقة العلاج، طريقة الدواء، التعامل مع المريض بشكل عام، وأيضا في النهاية الهدف اللي هو الحفاظ على سلامة المريض وصحته. إن شاء الله سلامة الجميع بإذن الله تعالى. مازون، أكيد الشباب يعني حتى يتمكنوا من هواية أو موهبة معينة لابد المزيد من التدريب والتأهيل والتحفيز، فبالتالي لازم بالهم أيضا يكون طويل الشباب يعني في هذا المجال التي تعمل فيه. إلى أي درجة تشوفي بالفعل أنه شباب مركزين على هذا الجانب، أنه لابد من المزيد من الوقت للتعلم واكتساب المعرفة؟ هو لا يحتاجون يعني المزيد من الوقت، هي تبدأ من شغف. إذا شبابنا ما شاء الله عليهم، اشتغلت مع كثير من الشباب في السلطنة، نعم، وإلهم طاقات هائلة، بس يمكن يحتاجون توجيه إلى أين يعني ينمون هذه الطاقات الهائلة اللي عندهم. فعندنا الكثير الكثير من الشباب أنه يحبوا أنهم يستغرقوا وقتهم في عمل شيء مفيد. جميل، وهذا هو الأهم دائما، أنه شيء يفيد الشاب ويفيد مجتمعه ويفيد مستقبله. نحن سعدنا جدا بوجودكم اليوم في طبعا استوديو، نتمنى لكم كل التوفيق ولشبابنا دائما كل الألاق وكل المستقبل الباهر. شكرا جزيلا لك مازون بنت سعيد الزجالية، طبعا مهتمة في المجال التطوعي الشبابي. الدكتور شريف بن عقيل الشريف بعلوي، المدير الإقليمي لدول شرق المتوسط بالاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب، شكرا جزيلا لكما، وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا جزيلا. شكرا. إذن تحية لكل الشباب في مختلف المجالات وفي مختلف الميادين أينما كنتم، نقول بوركت جهودكم وبورك هذا الحب وهذا الوفاء في قلوبكم للأرض والقائد. الدقائق القادمة مشاهدينا الكرام سنشاهد من خلالها التقرير التالي.